الحقيقة اليوم تفاجئنا حقيقة بخبر نقل مباراة العراق والإمارات إلى ملعب محايد. هذا القرار بالتأكيد كان قرار مفاجئ بالنسبة لنا. منذ أن استلمنا هذا القرار بدأت التواصل مع الاتحاد الآسيوي وأيضا بعض المسؤولين في الاتحاد الدولي وأيضا بعض الأخوة في الاتحادات الخليجيين وحتى الاتحاد الإماراتي، يعني هناك محاولات للاتصال به وأيضا هناك اتصالات على المستوى الرسمي. لحد الآن الحقيقة يعني بعد لم تتضح الصورة بشكل نهائي، أتمنى أنه تثمر يعني تواصلاتنا وعملنا بهذا الخصوص لتغيير موقف الاتحاد الدولي، خاصة أنه اليوم بغداد والعراق بغداد بشكل خاص والعراق بشكل عام يشهد حالة من الاستقرار الأمني والسياسي وكل شيء حقيقة. ولذلك أنا أعتقد أنه هذا القرار حقيقة كان يعني صادم بالنسبة لي شخصيا، لأن لم أكن أتوقع على الإطلاق. وإحنا مستعدين وعلى بعد يعني أيام قليلة من استضافة هذه المباراة المهمة وهذا الحدث المهم اللي طال انتظاره. أتمنى من أشقائنا الإماراتيين أن يكون لهم موقف بهذا الخصوص وأن يطلبون من الاتحاد الدولي الموافقة على اللعب في بغداد في يوم 24 من أجل إسعاد جماهيرنا ورفع الغبن والحيف عن شعبنا وعن جماهيرنا الرياضية.